السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من Expand Cart. في الفيديو ده هنشوف إزاي نقدر نضيف منتج على متجرنا الإلكتروني في Expand Cart. الخطوة الأولى عشان نضيف منتج هنضغط على المنتجات وبعدين المنتجات وبعدين نضغط على زر إضافة منتج جديد، وهنا بنقدر ندخل بيانات المنتج بتاعنا من اسم ووصف وصور وكمية ووزن وخلافه. دخل اسم جذاب للمنتج بتاعك باللغتين العربية والإنجليزية، أو تقدر تلغي أحد اللغات لو أنت هتشغل المتجر الإلكتروني بتاعك بلغة واحدة، وبعدين تقدر تضيف وصف المنتج بتاعك من خلال المحرر النصي الرائع الموجود في Expand Cart، وتبدأ تكتب المواصفات بتاعة المنتج بتاعك وتقدر تضيف صور وفيديوهات كمان للمنتج، وهنشوف ده حالا. علشان تضيف فيديو مثلا في وصف المنتج بتاعك تقدر تضغط على زر الفيديو الموجود في المحرر وتضيف رابط للفيديو الخاص بالمنتج بتاعك من اليوتيوب او فيميو او انستجرام. فاحنا هنا هنضيف فيديو من اليوتيوب، بس كل اللي بنعمله ان احنا بناخد رابط الفيديو من اليوتيوب وبنضيفه عندنا في المحرر النصي بالشكل ده، وبكده بينزل الفيديو. وبعدين اقدر اضيف المزيد من النصوص في الوصف دوت، اكتب كل الوصف الخاص لهذا المنتج بالشكل ده. اقدر اضيف الوصف زي ما احنا شايفين، نقدر نضيف صور وفيديوهات ونصوص، ونقدر نغير في الستايلينج بتاع النصوص باشكال كتير وبطرق كتيره جدا من خلال المحرر النصي البسيط والرائع الموجود في Expand Cart. بعد ما اعمل الوصف اقدر بعد كده اضيف صور المنتجات، برضو اقدر اضيف صور المنتجات مره واحده، وهنشوف حالا ازاي ممكن نعمل ده. زي ما احنا شايفين كده انا اضفت صور المنتج بتاعي، وبعدين بيبدأ عندي مرحلة ان انا احط السعر الخاص بهذا المنتج، والسعر بيتحط على طول بالعملة الافتراضية الخاصة بالمتجر الالكتروني بتاعك. متجرك على Expand Cart ممكن يعمل باكتر من عملة وبيدعم جميع لغات العالم، وكمان اقدر اضيف سعر التكلفة علشان اقدر احسب الارباح بتاعتي، واقدر اضيف ضريبة او ما اضيفش ضريبة على سعر المنتج، واحدد اقل كمية ممكن طلبها من هذا المنتج. يعني لو عندي منتج انا عايز احدد ان اقل عدد ممكن يطلب من هذا المنتج هو مثلا 5 قطع، فاقدر انا اخلي الرقم 5، وبكده مش هينفع حد يطلب اقل من 5 قطع من هذا المنتج. في الحالة بتاعتنا في هذا الفيديو هنخليها 1، فده معناه ان ممكن حد يطلب منتج واحد من هذا المنتج. بعد كده اقدر اضيف الامور الخاصة بالمخزون زي الـ SKU والكمية بتاعة المنتج المتاحة عندي، وكمان اقدر احدد حالة عدم التوفر، يعني ايه اللي يظهر للعميل بتاعي لما يكون الستوك بتاع المنتج ده انتهى. ممكن اخليه مش بس ان هو غير متوفر، ممكن اوفر كمان امكانية الحجز المسبق، يعني لما يكون المنتج عندي خلص يبقى فيه يقدر العميل بتاعي يطلب المنتج برضو بطريقة الحجز المسبق، واقدر اعمل حاجات اخرى زي ما احنا شايفين. بعد كده عندي الخصائص الخاصة بالشحن اللي هي عبارة عن الوزن وأبعاد المنتج، بتقدر تضيف الوزن بتاع المنتج وأبعاده علشان يتحدد على أساسها سعر الشحن اللي بتعمله من إعدادات الشحن، ولو سبت الكلام ده فاضي ممكن كده في الحالة دي تخلي الشحن مجاني للمنتج بتاعك. بعد كده بنيجي عند خيارات المنتج او الفاريشنز بتاعه المنتج. هنا مثلا في المنتج بتاعنا ده نفترض ان في انا عندي مقاسين من هذا المنتج، ولكل مقاس منهم سعر خاص او سعر مختلف، فتعالوا نشوف ازاي ممكن نعمل الخيارات دي او الاختيارات دي في المنتج. بمنتهى البساطة هنا انا هنتكلم عن المقاس، والمقاس هو خيار موجود بالفعل في المنصة بتاعت Expand Cart، فانا هختار المقاس. هيطلع لي جميع خيارات المقاس المعروفة اللي هي بالمقاس بالرقم او بالميديوم واللارج والاكس لارج وهكذا، واقدر بعد كده اضغط على زر اضف او حذف قيم الخيارات، واحذف الخيارات اللي انا مش محتاجها. انا كده حذفت الخيارات اللي انا مش محتاجها وهضغط بس على سيف او حفظ، وبكده بيبقى المنتج ده هيبقى متاح باختيارين، واحد فيهم انه هو سمول او الحجم الصغير، والتاني اللي هو اللارج او الحجم الكبير. اقدر كمان زي ما احنا قلنا ان انا اضيف سعر، ان انا اخلي سعر المنتج في حاله ان هو لارج بيكون زياده مثلا 200 جنيه او
200 دي هنا بتكون بالعمله الافتراضيه برضو بتاعت متجرك الالكتروني، يعني ممكن تكون 200 ريال او 200 دولار او 200 بعمله العمله الافتراضيه لمتجرك الالكتروني. كمان اقدر اعمل تغيير في وزن المنتج لو من نفس الموضوع بحسب الخيارات، واحدد الكميه المتاحه من كل خيار. فاحنا هنا مثلا كنا حطينا ان الكميه المتاحه عندنا من المنتج ده اجماليها 10 قطع، فانا ممكن يكون عندي 5 قطع سمول و5 قطع لارج. بعد كده عندي السمات اللي هي خصائص المنتج اللي ممكن تضيفها علشان تستخدمها في فلتر المنتجات، ودي هيكون ليها توتوريالز خاصه. بعد كده اقدر اعمل تخفيضات بشكل ادفانسد او قوي جدا في اكسباند كارت. الموضوع هنا مش مجرد ان انا بعمل تخفيض سعر بدل سعر، لا، انا اقدر اعمل حاجات اكتر. علشان اعمل التخفيض البسيط المشهور اللي هو سعر بدل سعر، وليكن ان هو هيبقى 900 بدل 1000، بمنتهى البساطه بعد ما بضغط على اضافه تخفيض بحط السعر بالسعر اللي بعد الخصم اللي هو 900 في الحاله بتاعتنا، وبكده المنتج هيظهر بهذا الخصم. طيب لو انا كمان اقدر اعمل سعر اعمل خصم على بحسب الكميه، يعني مثلا هو هيكون ب 900 في حاله انك تطلب منه 5 قطع، فبكده ببقى عملت الخصم بحسب الكميه، ولو خليتها 1 ده معناها ان ده خصم اللي هو سعر بدل سعر زي ما احنا عارفين. ومش بس كده، انا اقدر كمان احدد تاريخ لبدايه هذا الخصم وتاريخ لانتهاء هذا الخصم، واقدر اعمل اكتر من خصم على نفس المنتج يشتغلوا بشكل اوتوماتيكي بحسب هذه التواريخ. وبعدين اخيرا عندنا هنا الاس اي او اللي هي الاعدادات الخاصه بتحسين ترتيب ظهور متجرك في محركات البحث واهمها طبعا جوجل. وبعدين عندي هنا الموديل او البارت نمبر مثلا بتاع المنتج ده، فانا انت بتضيف ساعتها الموديل الخاص بالمنتج بتاعك، وبعدين بتبدا تحدد القسم اللي انت هتضيف فيه هذا المنتج، بتختاره من اقسام المتجر الالكتروني بتاعك، وتقدر تحط تضيف المنتج في اكتر من قسم. دايما بننصح لو هتحط المنتج في قسم او سب كاتيجوري زي ما احنا زي في الحاله بتاعتنا، ضيفه كمان في الكاتيجوري او القسم الرئيسي لنفس او في القسم الرئيسي الخاص بهذا المنتج عشان المنتج يظهر في القسمين. وبكده تبقى انت اضفت المنتج بتاعك، وكل ما عليك دلوقتي هو انك بتضغط على حفظ، وبكده تم اضافة المنتج. وعلشان نقدر نشوف المنتج ده على واجهة المتجر الالكتروني بتاعنا بنضغط على زر المعاينة، وبنشوف ان المنتج نزل بشكل كامل زي ما احنا اضفناه بالظبط، الصور والفيديو الخاص اللي احنا اضفناه، وبيقدر الفيديو يشتغل مباشرة من المتجر الالكتروني بتاعك زي ما احنا شايفين، وكمان عندك بقية البيانات اللي احنا اضفناها، ثم بقية القالب او بقية متجرك الالكتروني بيظهر زي ما احنا شايفين. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتم بالفيديو ده، ولو ما تنساش لو عندك اي سؤال او محتاج اي مساعدة دايما تقدر تضغط على زر المساعدة وتتواصل مع الدعم الفني من خلال اللايف شات او تذاكر الدعم. وشكرا ونشوفكم على خير في فيديو جديد من اكسباند كارت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.